لكن هذا فيه خطر السماع للشبه، شبه خطافة. ظهر أول ما ظهر من البدع بدعة القدرية وبدعة الخوارج، هذا أول ما ظهر في الإسلام من البدع ومن الفرق الضالة بدعة القدرية وبدعة الخوارج. بماذا؟ بسماع الشبه. ولهذا هذا الذي تراه عند بعض الناس في هذه الأيام من إرسال الرسائل، هذه التي فيها شبه فيها طامات، وانظر ما قال الباطل وما قال الكذا وكذا، هذا ما تجوز. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.